في كواليس واسرار تذاع لاول مره ولحظه انضمامه لفرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نشوف الكابتن حسام عاشور قال ايه ونرجع لكم مره ثانيه. طبعا انا ببارك لكابتن اسامه حسني على البرنامج الجديد بتاعه وان شاء الله ربنا يكرمه. كابتن اسامه حسني من الشخصيات اللي انا عصرتها واللي اتمرنت معاها ومن الشخصيات المحترمه جدا ومن اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي. طبعا ببارك له على البرنامج الجديد وان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. طبعا الناشئين انا واحد متربيت في الناشئين، اتعلمت يعني ايه مكسب، اتعلمت يعني ايه تلعب اللي انت تبقى رقم واحد، ما عندكش حاجه اسمها رقم اتنين او تنزل ماتش تتعادل او تنزل ماتش تتغلب. دي سمه اتربينا عليها في النادي الاهلي واحنا في الناشئين، فده اللي اتربينا عليه وده اللي لازم نوصله للناشئين. حتى لو بيطلعوا معانا الدرجه الاولى بيدخلوا على طول معانا، بنقول لهم لازم تكسب كل ماتش، لازم النادي الاهلي ده يبقى رقم واحد، لازم البطولات كلها تبقى لصالح النادي الاهلي. فاحنا كلاعيبه كبار او اللاعيبه كبار في الفرقه دي اللي بنقوله على طول للناشئين، وان شاء الله ربنا يكرمهم يعني على طول بيدخلوا معانا في التمارين. عندنا ناشئين محترمه جدا، عندنا ناشئين ناس شايفينها يعني طلعت، عندنا نصر ماهر، صلاح محسن حتى مش معانا في الناشئين من تحت بس لعيب صغير، عندنا احمد حمدي، كريم نيدفيد، الناس دي كلها لعيبه محترمه وبيدخلوا معانا واحده واحده ان شاء الله يبقى لهم مستقبل كبير باذن الله. طبعا بدايتي كان الناشئين اختبارات الاول قبل الناشئين، رحت اختبارات كان في نادي المعادي، كان كابتن اسامه عربي هو اللي ماسك الاختبارات دي، فروحت زي اي واحد بيقدم يعني، خدت استماره ورحت نادي المعادي. فكابتن اسامه عرابي شافني وقال لي انت مواليد كام؟ قلت له مواليد 86. قال لي متاكد؟ كان الفتره دي كان في ناس بتبقى مزوره كتير، فهو كان بياكد عليا على الحته دي اللي انت 86 متاكد؟ قلت له اه يا كابتن 86. فقال لي خلاص. فقعدت معاه اليوم كله، لعبني مع سني الاول وبعد كده راح ملعبني مع الاكبر مني وبعد كده راح اختبرني مع الاكبر برضو مني بثلاث اربع سنين، فقال لي الحمد لله كويس. فقال لي جيب لي ورقك وتيجي على النادي الاهلي. فروحت النادي الاهلي كان فيه برضو اختبار تاني، فالحمد لله يعني قبلت وكانت فتحت خير عليا الحمد لله يعني. طبعا اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي كنت فرحان جدا، انا كان حلم بالنسبه لي ان انا اروح النادي الاهلي، والناس ما تعرفوش ان انا رحت سنتين قبل ما اقبل في الاختبارات وما قبلتش، يعني رحت سنه وما قبلتش والثانيه وما قبلتش، بس كان عندي يقين وكان عندي اصرار ان انا هقبل ان شاء الله في النادي الاهلي، والحمد لله كان عندي الاحساس ده وقعدت انميه وكبر جوايا ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، والحمد لله قدرت ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. صاحب الفضل عليا كذا واحد بصراحه يعني، كان في الاول كابتن اسامه عرابي طبعا عشان هو اللي جاب النادي، ده صاحب الفضل الاكبر يعني، وكابتن محمود صالح لعبت معاه في الناشئين سنتين، كانوا سنتين الحمد لله عملتهم بشكل كويس ومن بعدها طلعت درجه اولى، وبعد كده طبعا بقى كابتن مانويل جوزيه هو اللي نزل اتفرج عليا في الناشئين واختارني. عن الموضوع ده انا قلته كتير، هو كان مستر مانويل وكابتن حسام البدري وكابتن اسامه عرابي كانوا نازلين، هما اللي ماسكين الدرجه الاولى كانوا نازلين عشان يشوفوا اربع لعيبه او خمس لعيبه من الناشئين، انا ما كنتش فيهم اصلا، انا كنت متصعد لل 20 سنه. فنزل كان عندنا مباراه كنا بنلعب مقاولين، انا فاكر المباراه دي كويس قوي، فالماتش ده كنت كويس قوي، فقال لهم انا عايز رقم اربعه، كنت بلبس رقم اربعه، قال لهم انا عايز رقم اربعه ده، قالوا بس ده مش في الاختيارات اللي هم الاربعه او الخمسه اللي احنا مديلهم، قال لهم لا ده هيفيدني قوي، بكره يبقى معايا. فتاني يوم على طول رحت رايح الدرجه الاولى هنا، فالحمد لله من ساعتها ما نزلتش يعني.
طبعا اول لقاء مع مستر مانويل كان جوه في الاوضه اللي جوه. فاول ما دخلت قال لي انت لعب كويس بس صعب هنا اللي انت تلعب، لازم تجتهد وتطلع كل اللي عندك. انا عارف انت لعيب كويس بس لازم الانضباط، لازم الاصرار، لازم تبقى عندك، يبقى عندك حماس اللي انت تبقى موجود في الدرجه الاولى. مش ان انا العب، دي ما كانتش وارده خالص ان انا العب، عشان كان في يعني زي ما بيقولوا عتاوله في المكان ده. كان في كابتن حسن مصطفى وكان في كابتن محمد شوقي وكان في ناس كتير قوي، الحاج هادي خشبه كان موجود، كابتن محمد جوده، كان كل دولت لسه في الموجودين. فقال لي صعب اللي انت تلعب هنا بس باجتهادك وباصرارك تقدر اللي انت تاخد مكان. فالحمد لله الكلمه دي والكلام اللي هو قاله لي ده حطيته في دماغي وقعدت اشتغل عليه، وكنت مركز قوي. كنت اكتر فتره مركز فيها هي الفتره دي، اللي انا اهم حاجه اللي انا ابقى موجود في الدرجه الاولى وبعد كده اللعبه هيجي. فالحمد لله يعني. طبعا احنا زي ما قلت لك احنا اتربينا في النادي الاهلي، مفيش حاجه عندك اسمها رقم 2، دي مش في القاموس بتاعنا. ده اللي احنا اتربينا عليه في الناشئين. حتى في الناشئين كنا بنلعب مفيش حاجه اسمها مركز تاني، تلعب اي ماتش لازم يبقى مكسب، اي تمرين لازم تكسب فيه. فده اللي انت بتتربى عليه وده اللي انت بتنميه عندك عشان لما تطلع الدرجه الاولى يبقى هو ده نفس السيستم. فالحمد لله احنا في الناشئين كنا على طول مكسب، على طول تبقى رقم واحد. فده اللي احنا اتربينا عليه وده اللي احنا لما طلعنا الدرجه الاولى ماشيين بيه لغايه دلوقتي. زي ما انت شايف انت ممكن تلعب لغايه الدقيقه 90 والدقيقه 92 وتجيب جون في الدقيقه 93، هي دي سمه البطل وهي دي سمه النادي الاهلي. طبعا قطاع الناشئين لا ذكرى الماتشات على طول، كانت الماتشات اللي انا بحبها كانت ماتشات اهلي وزمالك، كان شيكابالا برده بيلعب مع الزمالك تحت، فعلى طول كنت بمسكه برده، ببقى الحمد لله ببقى كويس في الماتشات دي. وكان كنا خدنا الدوري تقريبا سنتين، انا لعبت الناشئين سنتين ونص، خدت الدوري سنتين. ف دي يعني ذكرى ما انساهاش. طبعا اول مكافأة خدتها كانت 150 جنيه، دي كان في الناشئين، كان تقريبا ماتش او ماتشين، دي اول مكافأة خدتها كنت فرحان بيها جدا. انت تاخد 150 جنيه وكان في الناشئين، كان بالنسبه لي انا كان مبلغ كويس يعني، فده كان حاجه مفرحاني. طبعا بقول رساله للناشئين النادي الاهلي، بقول لهم الفتره اللي انا طلعت فيها كانت فتره صعبه جدا اللي انت تطلع فيها، فدلوقتي انتوا عندكم فرصه، في ناشئين كتيره بتطلع، فلازم يبقوا عندهم اصرار، عندهم عزيمه، عندهم امل حتى اللي هو يبقوا موجودين في الدرجه الاولى. وده اللي احنا بنشتغل عليه وده اللي احنا بنوصله للعيبة الصغيرة. حتى معنا ناشئين دلوقتي بيتمرنوا معنا، انا دوري ككابتن فرقة ودور الناس الكبار بتحفز اللعيبة دي وبتديها كل الخبرات اللي عندها. فان شاء الله بقول لهم ربنا يكرمكم ان شاء الله، واهم حاجة الاجتهاد، اهم حاجة التركيز، اهم حاجة الاصرار اللي انت تبقى رقم واحد. فان شاء الله ربنا يكرمكم بإذن الله ويبقى التوفيق ليكم.